معركة البيضاء الأكثر صمتاً والأشد إيلاماً لميليشيا الحوثي والمخلوع، والتي خسرت المئات من مقاتليها في حربها الشاملة على المحافظة. تسجل المقاومة الشعبية في البيضاء أعداداً كبيرة من الميليشيا، والذين يسقطون في محاولتهم للتوسع في المحافظة، بل إن الضربات التي توجهها للميليشيا لم تتوقف. مر أكثر من عام منذ أن تحولت البيضاء إلى نار مستعرة تحت أقدام الميليشيا، وأكتوت بها وتكبدت خسائر كبيرة في كل المعارك التي خاضتها هناك. التطورات الأخيرة التي شهدتها المحافظة تؤكد أن المعارك تشد عنفاً في قيفة رداع والمناطق المجاورة لها، ولقي على إثرها عدد من الميليشيا مصرعهم، كما أفاد المركز الإعلامي للمقاومة الشعبية. وبحسب ما ذكرته المصادر الميدانية أن المواجهات اشتدت حين حاولت الميليشيا توسيع عملياتها العسكرية، إلا أن المقاومة صدت كل محاولات التوسع وأوقعت خسائر في صفوف الميليشيا بعد أن نصبت عدة كمائن على الطرق الرئيسية والتي تمر عبرها إمدادات الميليشيا. وتقول المعلومات الواردة من جبهة القتال إن ميليشيا الحوثي والمخلوع قصفت منازل المواطنين في منطقة الزوب بشكل عشوائي بالدبابات والمدافع، ما جعل السكان يوجهون نداء استغاثة بالتدخل وقف القصف على منازلهم، في حين ردت المقاومة الشعبية بقصف مواقع الميليشيا في جبل جميدة بالهاون والأسلحة الثقيلة عقب القصف الذي تعرضت له قرى قيفة رداع.